سيدة جريفيث، الإدارة الأمريكية الحالية على مدار الفترة الماضية أعلنت ترتيب أولوياتها بالنسبة لسياستها الخارجية، وأن التهديد الحقيقي على المستوى الاقتصادي والعسكري يأتي من الصين، لذلك ستقلل الولايات المتحدة من تواجدها في منطقة الشرق الأوسط لمواجهة الصين في شرق آسيا. الآن نجد أن أول زيارة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للشرق الأوسط، هل يعني ذلك أن الولايات المتحدة غيرت أو عدلت من أولوياتها بالنسبة لسياساتها الخارجية؟ يحمل الوزير بلينكن رسالة مهمة جدا، مفادها هو أنه تبقى الولايات المتحدة كامل الالتزام بالشراكة على عدة مستويات مع شركائنا في الشرق الأوسط من أجل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. فلن تتخلى الولايات المتحدة عن شركائها في المنطقة، بالعكس تم تكريس الجهود الأمريكية الدبلوماسية من أجل تحقيق تقدم، إحراز تقدم في عدة ملفات. قد رأينا تعيين مبعوث خاص للملف ملف قرن أفريقي واليمني وإيراني وغيرها من الملفات، وهذا أكبر دليل أن تبقى الولايات المتحدة ملتزمة بدورها في الشرق الأوسط.